أي، لا أصدق أنه قطع تلك المسافة الطويلة للعثور علي. هل تبكين؟ لماذا؟ هذا غير محزن حتى. لم يسبق أن رأيتك متأثرة بفيلم هكذا. حسناً، أعتذر، أصبحت حساسة بسبب الهرمونات. لم لا أستطيع نزع هذا الغلاف؟ سأفتحه بأسناني. لم ينجح هذا. يا إلهي، ستبكين الآن بسبب هذا؟ أنت لطيفة جداً ومضحكة. من الأفضل اطلاع أظافري بما أني ما زلت أستطيع الوصول إليها. أو لا، لقد تأخرت، أنا فعلاً لا أصل إليها. أنت تبكين لعدم قدرتك على طلاع أظافرك؟ أشعر بالجوع طوال الوقت. مهلاً، ليس هذا ما أشتهي تناوله. أريد المخللات مع الكريمة. لماذا أضيف الكريمة إلى السلامي؟ أو في الواقع هذا شهي حقاً، لكني أريد تناول المخللات أيضاً. ليست سيئة، ولكن ماذا عن هذا البصل؟ أهلاً، لحظة، لدي شوكولاتة وزينة للحلوى. سأضع البصل في الصيغ وسأغمسه في الشوكولاتة ثم أزينه بزينة الحلوى. هكذا يبدو هذا شهياً. إنه وقت الانتقام. مرحباً، أحضرت لك هذه الحلوى. أوه، رائع، شكراً جزيلاً. رائحتها شهية. أوه يا إلهي، هذا مقرف جداً. لقد نلت منك. يبدو أنها التي ستبكي الآن. البصل والشوكولاتة مزيج رائع. لقد أخفني هذا المشهد. هباً، غطى طلاء الأظافر الجدار كله. يجب أن أفعل شيئاً لأنتقم. مهلاً، لحظة، أعتقد أنها خطرت لي فكرة رائعة. حان الوقت لتنفيذ مقلب أسطوري. هيا، قتل ذاك الوحش. جيد، يبدو أنها مشتتة الآن. أحضرت المشروب الغازي وها أنا مستعدة لتنفيذ المقلب. سأسكب الآن هذا الجيلاتين غير المنكه، ثم سأعيد غطاء الزجاجة لرجها جيداً. يجب أن يختلط المزيج جيداً. حسناً، أظن أن هذا كافٍ. والآن حان وقت الخطوة التالية. سأسكب المزيج في هذه المصاصة. ستكون النتيجة رائعة. ممتاز، امتلأت المصاصة تماماً. سأضعها الآن في الثلاجة لتجمد بسرعة أكبر. ثم يحين أصعب جزء، إنه الانتظار. جيد، أعتقد أن هذا كافٍ. سألقي نظرة عليها. أوه، رائع، أصبحت جامدة وجاهزة. سأخرجها فحسب من الشفاطات. ممتاز. تبدو كديدان طويلة متحركة. سأضعها في وعاء رقائق البطاطس. هذا مخيف للغاية، لا يمكنني النظر إليه. هكذا بدلت الوعاءين ولم ترى ما فعلت. مهلاً، ما هذا؟ ماذا تناولت؟ أنت تتناولين الديدان، ها؟ هل لديك مانع لو تناولت منها؟ أحب هذا القوام المطاطي، لذيذة. هذه الديدان هي الأفضل. أتريدين تناول هذه الديدان يا غريس؟ يا إلهي، ميكي، هذا مقزز للغاية. أشعر أنني سأتقيا. لما كل هذه الفوضى هنا؟ من ترك قشور البطيخ على المنضدة؟ مهلاً، لحظة، إنها على الأرضية أيضاً وعلى طول الممر. ولماذا على الرف أيضاً؟ هذا البطيخ شهي فعلاً. أشعر بالتخمة. هل تناولت 5 بطيخات أو أكثر؟ لما سببت كل هذه الفوضى؟ لا لزوم لهذا. يا لها من فتاة حمقاء. أعتقد أن علي البدء بالتنظيف. أوبس، ما هذه الزجاجة؟ صبغة طعام بلون أحمر. خطرت لي فكرة رائعة. حسناً، سأضيف القليل منه إلى شرائح البطيخ، ثم سأستخدم الفرشاة لإخفائها. هذا رائع، تبدو جميلة أيضاً. حسناً، حان وقت تنفيذ الخطة. هاي، أحضرت لك ما بقي من البطيخ لتنهيه إن أردت. رائع، شكراً، لا أمانع. جيد، نجحت الخطة. لماذا تضحكين؟
مهلا، لماذا يغطيني اللون الأحمر؟ إنه على فمي أيضا. في المرة القادمة نظفي المكان بعد الأكل. مضحكا جدا. أوه هي، هل يمكنني شرب القليل؟ أو بالطبع، تفضلي. لذيذ. حسنا، سأذهب الآن. تبا، لقد شربتها كلها. لا بأس، هذا المقطع رائع. هي، هل يمكنني شرب القليل من الكولا؟ حسنا، يمكنك ذلك. يا إلهي، حقا لقد شربتها كلها. شكرا جزيلا على هذا. واو، الطقس رائع اليوم. هي، أريد القليل من الكولا. ماذا؟ كلا، مستحيل. هي، لا أصدق أنك كررت فعلتك لي. إنها، مهلا لحظة، أعتقد أنه خطرت لي فكرة رائعة. أنا بحاجة للقليل من حلوى النعناع والقليل من خيط تنظيف الأسنان. ليس الكثير منه، سيكون هذا كافياً. ثم سأضعه في الإبرة بهذا الشكل. والآن سأضع حلوى النعناع. ممتاز، سننتقل الآن إلى الخطوة التالية. زجاجة الكولا جاهزة. سأعلق الحلوى على غطاء الزجاجة. ممتاز، إنها تثبت الحلوى. كيف الحال؟ أوه، هذه تروي العطش. أوه، هذا؟ أتريدين الشرب منها؟ تفضلي. رائع، شكراً لك. أجل، مذهل، بركان من الكولا. لا، ماذا يحدث؟ أنت غارقة في الكولا. لا أصدق أنك فعلت هذا بي. سألقنها درساً. إنه صباح جمعة عادي. حظي الحقيقي. أختي؟ ماذا الآن؟ لماذا لا تلعبين معي؟ اليونيكورن سيلعب معي. إنه بعيد، لا يمكنني الوصول. يا أختي، لا تتركني في حالي أبداً. هل هذا ما تريدين؟ أجل، أنت قصيرة جداً، هذا مؤسف. قصيرة جداً، سألقنها درساً. سأحتاج هذه الملابس وعشوة هذه الدمية. سأضعها هنا. انتهيت، هذا توامي. لا تقلق، يمكنك أخذ حذائي. أنا متأكدة أنك ترتدي نفس مقاسي. هكذا. إنها ثقيلة، إنها تسقط. رائع. ما هذا الصوت؟ بلا، هل سقطت عليها؟ إنها غلطتي، أختي الغالية رحلت للأبد. إنها تحبني. أختي، أختي الغالية، أنت بخير، سألعب معك دائما. أجل، أنا مستعدة للفوز بهذه المباراة. واو، كرة جميلة. أنت، ألن تساعدني؟ بالطبع، تفضلي. ربما مثل الكرة الطائرة. أوف، واو، إنه يعاني حقاً. شكراً لك، فتاة لطيفة. إلى ما تنظر؟ هيا، قم من مكاني. لا يكفي، ابتعد أكثر. أجل، هذا المقعد مريح. ما الذي يحدث هناك؟ لقد تعرض للتنمر وطرد من مكانه. أتعلمون؟ خطرت لي فكرة. فقط علي تثبيت هذا الخيط بالكرة. والآن سأعلم ذلك المتنمر درساً. مرحباً، هل مررتها إلي؟ حسناً، لا مانع لدي. سترون الآن كيف يستطيع رياضي حقيقي أن... ماذا حدث؟ أقصد، لقد تعمدت فعل ذلك. يا إلهي، لقد سقط أرضاً. لا أصدق، لقد تمزق سرواله القصير. يستحق ذلك، كان هذا لأجلك. لقد نلت منه، شكراً لك. حسناً، إنها نائمة.
سأضع هذه الحشرة المزيفة هنا. وسأستخدم هذه الريشة لإيقاظها. كلا، توقفي أيتها القطة عن الدغدغة. هو إنها تستعد للنهوض. سأختبئ. ها؟ ماذا يحدث؟ يا إلهي، نجدة، هذا فظيع. ها، لقد صرخت بصوت عال. لا أصدق أنك فعلت هذا بي. هاي، تعالي وخذي شطيرتك. ها هي. شكرا، تبدو شهية. ها، ما هذا؟ أوه، حشرات. ها حشرات، مضحك. استمتعي بما تبقى منها. مهلا لحظة، أعرف ما علي فعله. حسناً، هذا وعاء وبعض الحليب. هيا بنا، الخطوة التالية هي إضافة بعض الجيلاتين. هذه الكمية مناسبة. سأضيف الآن القليل من صبغة الطعام. القليل من اللون الأحمر سيفي بالغرض. سأمزج الخليط وأنتظر قليلاً. أحتاج الآن إلى قالب. قالب سالك جيد، لكني سأضع أولاً هذا العنكبوت. هيا، فوق العنكبوت. لقد اختفى فعلاً. ثم أضعه في الثلاجة. ها، قد أصبح جاهزاً. هي، أعددت حلواً رائعاً. تعالي وتذوقي. تدا، تبدو شهيةً فعلاً. سأتناول لقمة. مهلاً، ما هذا؟ لا 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 لا، عنكبوت، هناك عنكبوت ضخم. والآن من منا تخاف الحشرات المزيفة؟ أنت. النتيجة تستحق العناء. أعتقد أني جاهزة تماماً. لمسة بسيطة هنا فقط. ها، قد التقينا ثانية يا جينا. تبدين جميلة أيضاً. وإيقاف. ها، انتهى وضعك للمكياج، لكن ماذا عن شعرك؟ إلى المستوى الخامس، أو ربما المستوى الثاني فقط. لا تخافي، سيكون هذا ممتعاً. القليل من شعر مقدمة الرأس. أوه، رائع، جميل وناعم. أجل، فعلتها حقا. هذا أفضل أعمالي. أمل أن ينال إعجابك. هذا مضحك. سيتخلى عنك الجميع. أوه، أنت ترتجفين كثيرا. تمهلي يا جينا. براين، أنا المتحكم الآن. هولا، حسنا، العشاء جاهز. تفضلي، أريد القطعة الكبيرة. حقا، بدأ لعابي يسيل فعلا. كلا. ها، لنرى كم أنت جائع. سأخذ هذه من أجلك، شكرا لك. اللقمة الأولى. يمكنك تناول الأطراف. القطعة الثانية من فضلك. لست آسفة، كانت جائعة جدا. حسنا. كنت أنسى. الأطراف هي أسوأ جزء. صباح الخير للعالم كله. هذا رائع. يا ما هذا الصوت؟ إنه استعراض براين في الحمام. سيستغرق وقتا طويلا. هل هو قذر لتلك الدرجة؟ مرحبا براين. لا 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 براين. هيا. مرحبا، يضع سماعة الأذن، كنت أعرف ذلك. براين. براين. يا انتهى اللعب. هل تصغي إلي؟ ماذا هنا؟ وقت الإيقاف المؤقت. كلا، أرجوك لا. أمل أن ينال إعجابك في حوض الاستحمام.
حتى لو تغيرت درجة الحرارة قليلاً. كما تعلم يعزز هذا تدفق الدم. هل أنت مستعد؟ أو لا. ربما علي وضع الكيس كله. أوه انتهيت. أوه لم ننتهي بعد يا براين. ما تبقى من الثلج موجود بهذا الدالو. هل انتهيت الآن؟ بارد جدا. جيد. صباح الخير أيها العالم. سأنظف أسناني أولاً. هل دخلت الحمام؟ إنها تنظف أسنانها. سأنفذ المهمة. هل هناك شيء مخيف أكثر من وجود عنكبوت على رأسك؟ هل هذا؟ اذهب، مقرف. يا لو من يوم. بدأ برنامجي المفضل. نحن مبتهجون قليلا هنا. هراكي لاحقا. عنكبوت؟ عنكبوت بلاستيكي؟ لونا، أين أنت؟ كان ذلك سهلاً جداً. سأنتقم منها. أحتاج هذا، هذا، والكثير من هذا. حان وقت العرض. خذوا أماكنكم يا شباب. إنها قادمة، إنها قادمة. سأعد مقلبا جديدا بالعنكبوت. إنها ليست هنا حتى. لا يهم. هل تركت طعامها؟ يبدو أنه وقت الغداء. وكأن هذا سيخيفني. ما هذا؟ هل أحمل أفعى؟ لا شيء أسوأ من الأفاعي. ما رأيك بهذا يا لونا؟ بسيط جدا. يا إلهي، هذا مخيف. هاي، ماذا تشاهدين؟ مخيف جدا. هكذا، هذا أفضل بكثير. ماذا فعلت؟ كنت أشاهده. حقا، بربك، هذه إعادة مملة. قلت بأني أشاهده. تبا، لماذا تشاهدين هذه الحلقة المعادة؟ لكني جئت إلى هنا أولا. يا إلهي، نفذت الكولا. سأحضر المزيد. مهلا، سأخذ الريموت معي. هيا، دعيه هنا. لا أصدق أنها لن تدعني أشاهد شيئاً آخر حتى أثناء غيابها. سأتناول فشارها إذن. في الواقع، ربما يمكنني تنفيذ مقلب بها. حسناً، سأحرك هذه الطاولة من هنا وأستبدلها بهذين ولوح كرتون. ثم أقص دائرة في المنتصف. حسناً، والآن سأغطيها بقطعة قماش لأخفي الثقب. أحتاج المقص لقص القماش. والآن سأضع علبة الفشار المزيفة هذا، ثم أسكب الفشار في الداخل. انظروا لهذا. أو لا، إنها قادمة. سأختبئ. هذا أفضل بكثير. كنت أشعر بعطش شديد. يا له من وعاء فشار ضخم. ما هذا؟ سألقي نظرة. رأس في الفشار. تستحق المقلب، فهي تحب الرعب. أول التسالي. براين، ماذا هناك؟ يريد كيفن الخروج معي. لا يمكن أن أدعه يراني بهذا الشكل. خذي شهيقا ثم زفيرا. هذا أفضل. هاي، أبعد أغراضك. يا إلهي، سأتخلص من الشعر الزائد. مقرف. وهذا لشفاه أكثر نعومة. وسأهتم بأظافري أيضا. يا لها من متعة. هذا مقرف. هل تسمحين؟ هذا لا يطاق. لا أعرف إن كان مناسبا. هكذا أو لا يزال سيئا.
بالطبع ليس الزي المناسب. دينغ دينغ دينغ. حسنا، آخر شيء. إذن ليس لدي خيار آخر، خذي هذا. وأخيرا، ظننت أنك لن تتوقفي عن الحركة أبدا. سيكون هذا ممتعا، عليك وضع المزيد من هذا الشيء. يوضع هذا على الأنف أيضا، صحيح؟ ممتاز. أجل، ما هذا الشيء؟ أوه يا أوه لا، عن إذنك سأرسم قليلا. شاربك أفضل من شاربي، لكن لا يزال ينقص لا شيء. بالتأكيد توثيق الحدث بصورة، حتما لن ترغبي بنسيان هذا. ابتسمي، أنا متأكد أن كيفن سيتحمس كثيرا عند رؤيتك. إرسال. حسنا، انتهي. يا إلهي، لا، لقد ألغى الموعد. تافه. أنت، أو إيقاف. هيا، انتهى المرح يا براين. لا يهم. ترتيب، وأنا أكرهه. هل الساعة هي الخامسة؟ هذا الدجاج لذيذ، سأزوركما كل يوم. هذا طعام شهي. أشعر بالتخمة، هذا أفضل. حان وقت قيلولة المساء، إنها لا تطاق. مستحيل، لا يمكن أن نسمح لها بالقدوم. مهلا، خطرت لي فكرة. سيطردها هذا الشيء. لقد وصلت، اذهب للأعلى. مستعدة لنفعلها. سيكون هذا المقلب رهيبا. نجدة. صوفيا، ماذا حدث؟ هل هذه ساقة تيو؟ ساعدي تيو في الطابق العلوي. حسناً، يا إلهي، عودي للأسفل. هيا، أنا قادمة، لقد عدت. هل تحتاجين إلى مساعدة؟ تيو؟ هذا غير مضحك. حسناً، من يريد حل هذه المعادلات؟ يا للهول، لا تنظري إلينا. كلا، أرجوك لا. لا أتحمل هذا الضغط، لا أستطيع. جارد، أنا؟ أوه، آسف يا صاح. تفضل. سأحاول. أو لا، أظن أنه لا يكتب. جرب قلما آخر إذن. يا لسوء حظي، سأحاول مجددا إذن. كيفن، ماذا؟ النجدة، أنا أحتضر هنا. ها هي. ماذا؟ برتقالة؟ أمسكها. ماذا الآن؟ انظر كيف ترتد، هناك إيقاع لارتدادها. هيا يا برتقالة. لكن ماذا سأفعل بها؟ افتحها وادهنها. أفتحها وأدهنها؟ من الجيد أنها مليئة بالعصارة. تعبت من كل هذا. ماذا الآن؟ يا أستاذة، القلم لا يعمل. أترين؟ هناك مشكلة. دعني أجرب. هذا غريب. حسناً، عد لمكانك. لقد أنقذت حياتي. سنستخدم سبورة الطباشير الآن.
لا. ها؟ من أين حصلتي على الكولا؟ وداعا أيتها التفاحة. أتريدين المشاركة؟ كلا. هاي، هذه زجاجة لي بالكامل. أنت لئيمة. منعش جدا. لا يهم، هل هذه حلوة؟ ستؤدي نكهة النعناع المهمة. لا يهم. ها؟ لماذا لا أشرب؟ مجرد تأثير جانبي للتوقف المؤقت. لا تريدين مشاركتي؟ سترين إذن. حبة واحدة فقط من حلوى النعناع. أترين؟ أنا أشاركك حلوى. أصابت الهدف في الوجه مباشرة. سيداتي سادتي، هذا مؤلم. كان رائعا فعلا. أو حسنا، ما زلت متوقفة. بلوزتي الجديدة وشعري جيد. لقد جننت يا براين. لذيذ. انظري لنفسك وانت تاكلين السلطة، انها صحية. انا فخورة بك. ما هذا الاعصار في حوض الجلي؟ لم تنظف الاطباق. حسنا، سافعل ذلك الان. يا له من غداء هادئ. بماذا يذكرني هذا الشيء؟ اسفنجي ومنفوش. تماما مثل هذه الكيكة. أعرف تماما ما علي فعله. أتحبون الكعك؟ سنبدأ بإضافة صبغات طعام خضراء ونخلطه بالماء كي يصبح بلون داكن. افعلوا الشيء ذاته بالأصفر. سنضعه الآن على الكيكة بالفرشاة. الأصفر على أحد الجوانب. أضيف الكثير من اللون ليبدو ساطعا. والآن إلى الجانب الآخر، ولكننا هذه المرة سنستخدم اللون الأخضر. هل يبدو هذا الشيء مألوفاً لكم؟ واحد من أفضل أعمالي، إنها قادمة. إذن لماذا لا تزال الأطباق متسخة؟ ما زلت واقفة هنا، ها؟ هل الإسفنج شهي؟ حسناً، هذا غير متوقع. لم يعجبك؟ لا مشكلة يا أمي، إنه مجرد كيك مصبوغ. أترين؟ أنت مخادعة. لم أستطع المقاومة. إنه إسفنجي. أطلقوا أحد هكذا، والآن سأضعه في الثلاجة ليبقى بارداً. يبدو أنها ذهبت أخيراً. سأخذ شرابها. ما هذا؟ ملصق، وكأنه سيمنعني. ساروي عطشي. عصير التفاح شهي. لذيذ. لن تعرف أبداً أني من فعلها. سأشرب القليل من شرابي. مهلا لحظة، ما الذي حدث؟ لقد شربت العصير كله. سأضع ملصقاً على لوح الشوكولاتة أيضاً. ستعرف من الوجه الغاضب هذه المرة أني لا أمزح أبداً. حسناً، يجب أن يمنعها هذا. يبدو أنها وضعت شيئاً في الثلاجة. أجل لوح شوكولاتة. لا أصدق أنها وضعت هذا الوجه الغاضب لإخافتي. هي، ماذا تفعلين؟ ألم تري الملاحظة؟ فتاة سيئة، لا أتحمل أكثر. يجب أن أفعل شيئاً حيال هذا. ماذا تضع في الثلاجة هذه المرة؟ هي، ماذا لديك؟ هل سمعت ما أقول؟ هربي. نظرة الخوف التي على وجهها لا تقدر بثمن. بقيت غرزة واحدة. أمي، هذا كريس. ولد آخر. شكراً عزيزي. أهلاً بك. حسناً، هذا يكفي. تفضل بالجلوس. منزلكم جميل. أنا واقعة في غرامه. ليس تحت سقف منزلي. هذا أفضل. هذا يكفي. ما الذي يفعلانه؟ عصير طازج. توقيت جيد يا أمي. هذا سيء.
ألا تعجبك قوانيني؟ حسناً سأنصرف، لم تعد طفلتي تحتاجني، أشعر بالحزن. هلو، هذه أنا. أها، أجل بالطبع، هل أكلت فص ثوم؟ سأنهي المكالمة. فكرة ذكية، إن قمت بتقطيع الثوم ستتسع له الفراولة ولن يعرف أي أحد أن الفراولة محشوة به. ممتاز، وجبة خفيفة صحية. هل أنتما جائعان؟ كلا، الضيوف أولا. شكرا، هذا لطف منك. بالهناء والعافية. طعمها غريب، لم يسبق لي تناول فراولة مثلها. أتمنى أن تعجبك. وذا عن أمي، نحن لوحدنا أخيرا. ما هذه الرائحة؟ إنها مقززة. ربحت هذه الجولة. هيا، اقتربت كثيرا، سأفوز بهذه الجولة. لا أصدق. لنجرب هذا مجددا. رائحة هذه القهوة شهية. هل تمزح معي؟ أترى ما فعلت؟ ستدفع ثمن فعلتك هذه. يهو، جولة أخرى فقط، هيا. حسنا، مرة أخرى. المرة العاشرة هي الأفضل. لا أعتقد ذلك. لنوقف هذه اللعبة. لا يمكنني تحريك أصابعي. ماذا حدث؟ ألا تريد أن تأخذ استراحة؟ حسناً، قمت بإيقاف كل شيء لك. أو لا، إنه يموت. أو هذا مؤسف. أجل، لقد مات. محسن جداً. أراك لاحقاً، عانى بما يكفي. أتظنين هذا ممتعاً؟ سيكون هذا عجيباً. ودعان أمي. مو، أخفتها بشدة. هذا مخيف. تخويفك سهل جداً. سأقوم بإخافتي الآن. سيكون هذا مضحكاً. بو، كاد قلبي يتوقف بسببك. أخفتك مجدداً. تيو، إنه مزعج. لم يبقى أي شيء. لحظة، أظن أنه يمكنني الاستفادة من هذه القمامة. تيو، هل رميت القمامة خارج المنزل؟ لماذا علي فعل ذلك؟ لن يتوقع هذا أبداً. لا يهم، سأرميها بسرعة. الجو جميل اليوم. لا، القمامة. انتقمت منك. إنه مضحك. كيف ستتسع له؟ هل تظنان أنكما ماكران؟ ليس في حصتي، مفهوم؟ أفسد فرحتنا. سيشكرني هؤلاء الطلبة في المستقبل يوما ما. هذا صعب. كيفن، إن الأستاذ يشعر بالملل أيضا. ما رأيك؟ أجل، حان وقت أحمر الشفاء. سيكون مقلبا رائعا. هيا بنا، يجب أن نظل هادئين. يبدو أنه غائب. أولى، أمسك ذلك الجانب بحذر. سأضع أحمر الشفاء على راحة يده. أوشكت على الانتهاء. حسناً، سأعيد يده إلى مكانها. ممتاز. يا سلام،
هيا. نحن عبقريان. خفضا صوتيكما. ما الذي تنظران إلي؟ ممنوع رفع العين عن ورقة الاختبار. إنعي ضحكتك. كلا، هذا اللون ليس المفضل لدي. أوه يا إلهي، واو. كلا، لا يعجبني هذا الفستان أيضا. آه يا إلهي، يا له من معطف رائع. لقد أحببت هذه القماشة. أجل، هذا ما أريده بالضبط. هاي ميكي، اتركيه، إنه لي. مستحيل، أنا رأيته أولا، دعيه. مرحى، لقد فزت. آه، فتاة مغيضة. إنه ملائم للنظارة المفضلة وغيرها من الإكسسوارات. تظن نفسها جميلة. لا يهم. أوه هاي، ما هذا؟ لا تخبري أحدا، لكنني سأستعيرك لتنفيذ مقلب. جيد، تم تبديل الملابس بنجاح. سأضع هذه القبعة وأنتظر. أبدو مذهلة بهذا الزي. فرصتي الآن، سأربط عليها قليلا. ما؟ ماذا هناك؟ ظننت حقا أن أحدهم ربط على كتفي. هذا المعطف قطعة لا مثيل لها. شعرت بشيء فعلا هذه المرة. ماذا؟ لكني لا أرى أحدا هنا، لا أحد سواك. لا بد أنها مجرد تخيلات. نجحت فعلا، سأواصل. ماذا؟ أوه لا لا لا، دمية العرض تتحرك، سأهرب. خذي هذا المعطف، أنا ذاهبة من هنا. مذهل، كان مقلبا ناجحا بجدارة. بحاجة إلى سموذي صحي. مرحبا غريس. ما هذا الطعام غير الصحي الذي تتناولينه؟ لا يهم، استمتعي بتناول الخضار السائلة أو أيا كان. أحب الأفوكادو، فهو يحتوي على دهون صحية. هيا، سأضعها في الخلاط، وسأضع هذه الأشياء المفيدة أيضا. هذا مذهل للإشمئزاز. ياي، إنه جاهز. أريد كوبا الآن. أوه، حتما سيكون شرابا منعشا. هكذا، أظن هذا كافيا. ألهمني هذا بفكرة لتنفيذ مقلب. هذا مقزز، لكنني سأغمس أصابعي في كوبها. أجل، هذا اللون الذي أريده بالضبط. والآن سأستخدم هاتفي. رائع، عند استخدام الشاشة الخضراء سأبدو بلا أصابع. أو لا، ميكي، حدث شيء ما ليدي. ماذا؟ يدك. أوه واو، لقد فقدت وعيها تماما. مرحبا. أجل، إنها ميكي مرة أخرى، لقد فقدت وعيها. أجل، من جديد. حسنا، أيمكنك أن تسرع؟ أوه، أحب الرجل بالزي الطبي. أوه احترس، لا تتعثر بميكي. مهلا، هل هذه هي المريضة؟ أجل، إنها هي، مستلقية أرضا. حسنا، سأرى ما يمكنني فعله. مرحبا ميكي، حان الوقت لتنهضي. ها، أوه واو، أتى أمير حقيقي لينقذ حياتي. أوه لا، أنا مجرد طبيب، ربما سقطت على رأسك. هيا انهضي الآن. أوه، إنها غريبة الأطوار، سأهرب. أعتقد أن أثافة الطبيب لا تحتاج للكثير من المهارة. غريس، لقد تعديت حدودك. أنت غاضبة لأنك لم تفكري في ذلك. لا يهم. يوجد أحد هنا؟ أحتاج الحمام بشدة. لا أظن أنني سأتحمل أكثر. كلا، لم أتحمل. هذا محرج. أظن أنني انتهيت. أوه أهلا صوفيا، وداعا. يا لوقاحته، جدتها. هل يريد اللعب بقدارة؟ له ذلك. هذا المقلب فوضوي، لكنه يستحق العناء. لمسة رائعة، صحيح؟ أوه، أنا ذاهبة إلى المطبخ. ما هذا؟ هذا مقزز للغاية. أظن أنني ستقيأ. أوه، أجل. أخ صوفيا، حان وقت الدخول الكبير. هل أنت مريضة؟ لحظة، كن لصحني. انتظري يا كيتي كنز، سأحضر لك ما تحبين. تفضلي، أنت قطة مطيعة. أوه، لقد أحضرت كيتي كنز إلى هنا. لحظة، أين ذهب الحليب؟ لقد اختفى، لن أتناول فطوري المفضل.
اهدأ، أنت تزعج كيتي كينز بتذمرك. كيف تعطي الحليب كله لقطتها؟ خطرت لي فكرة رائعة. حان الوقت لسحق البسكويت. حسناً، الآن نحصل على البسكويت المطحون، والآن سأضيف قليلاً منه في هذا الصحن، ثم قليلاً من مسحوق الكاكاو أيضاً. بعض الحليب المكثف سيساعدني كثيراً، ثم نمزج كل ذلك معاً. أحب مزج المكونات بيدي. ممتاز، الآن وقت تشكيل العجين، تبدو لي حقيقية تماماً. وأخيراً أضعها في صندوق القطة، والآن سأناديها لتأتي إلى هنا. أوف، ماذا تريد؟ عليك تنظيف مخلفات قطتك. لكن ظننت أني نظفت. وهل يبدو لك هذا نظيفاً؟ لا أعتقد ذلك. ماذا؟ ما الذي تفعل؟ لقد أكلت. سأتقيأ. لقد نجحت الخدعة، إنها لذيذة في الواقع. شديد، ألا يوجد شيء لشربه هنا؟ حسناً، هذه ليست إشارة جيدة. هاي، من أين حصلت على هذا؟ إنه عصيري المفضل. هل يمكنني تناول رشفة؟ لا، أحضري شراباً لنفسك. طماعة، سأحضر لنفسي واحداً. أجل، كلكم لي. لماذا هي أنانية هكذا؟ ربما يمكنني تلقينها درساً. كل ما أحتاج إليه هو أنبوب تطويل المصاصة، سأضعه فوق المصاصة بهذا الشكل، والآن سيبدأ المرح. المصاصة ثابتة. هاي ليلي، أتريدين رؤية حيلة؟ ماذا؟ يمكنني تمرير العصير من أذني. هل هذا ممكن؟ أوه، إنه لا يمر. لقد خدعتني، علي غسل شعري الآن. سيغير هذا من سلوكها. لونات أفضل أدوات للمقالب. إنه قادم، اجلس هنا. شكراً. لا، غدائي. ماذا حدث للتو؟ جرد. لا تغضب، إنه مجرد مقلب. أين الكولا؟ سأعود حالاً. كيف سأكلها الآن؟ البالون هو سلاح جارد؟ يمكنني المشاركة في هذا المقلب. لن أحتاجها. كأنها حبة نقانق. ومع الكاتشب والخردل، لن يعرف أنه بالون. آمل أن تعجبه هذه الشطيرة. أحضرت كولا أخرى لي. ماذا؟ أوه، ما نوع هذه النقانق؟ هذا ردي عليك. شكرا على التسوق في متجرنا. وداعا. يا له من يوم حافل. ما أجمل البضاعة هنا، ولا توجد سوى موظفة واحدة. لا حاجة لدفع النقود هنا. هل أساعدك؟ هل أعجبتك القلادة؟ أنا أتجول فحسب. حقاً؟ يجب أن تدفعي هنا. أعرف كيف أضبط سلوكها. لا أحد في المتجر؟ هذا يعني أنه الوقت للتسوق. أنا أعشق المجوهرات المجانية. حذاء أحمر وحقيبة مطابقة. ماذا أيضاً؟ المانيكان؟ صحيح. توقفي، هذا غريب، هل المانيكان حي؟ أنا آسفة، خذ. لا تعودي لهذا المتجر.